المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وبناء على كتاب تصريح رئيس المنتدى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 33/5/100/60/ المؤرخ 18 أبريل 2023، والذي بمقتضاه صدر الأمر المطاع عن الجلالة الشريف أسماه الله وأعز أمره بتعيين السيد محمد مسعودي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، والذي تولي بالجلسة العمومية. وبناء على ملتمس السيد وكيل الملك نصرح بأن السيد محمد مسعودي قد نصب في منصبه يوم الأربعاء 26 شوال 1444 هجرية الموافق ل 17 مايو 2023 على الساعة 3:36. وبإيقاع الجلسات العمومية للمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، ونطلب منه أن يلتحق بالهيئة القضائية وأن يأخذ مقعده من بينها. بداية أشكركم جميعا على حضوركم الكريم لتغطية ونقل مجريات وأشغال الجلسة الرسمية التي انعقدت بتاريخ يومه بالمحكمة الابتدائية بسلا بمناسبة تنصيب وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، بعدما شرفني وأنعم علي مولانا الإمام صاحب الجلالة نصره الله وأيده الملك محمد السادس بهذا التعيين المولوي السامي الغالي على قلبي، والذي أعتبره وساما غاليا على صدري وأمانة عظيمة، أرجو من الله عز وجل أن يوفقني على أدائها حقها ووفاء بها والقيام بها خير قيام، لما فيه خدمة العدالة وخدمة المواطن والوطن، على هدي من خريطة الطريق المولوية التي رسمها وحددها جلالة الملك رئيس السلطة القضائية نصره الله وعز شانه، عندما بمناسبة تعيينه للسيد رئيس النيابة العامة في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، لما حدد مهام النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام والدود عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكين أمر سائر قضاة النيابة العامة بالتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتأها جلالته نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة الحقوق والحريات للمواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات. سنعمل ولا شك بإذن الله بتعاون الجميع داخل الدائرة القضائية من مسؤولين قضائيين وأمنيين وسلطات مركزية ومحلية مختصة على القيام بمأموريتنا خير قيام، لما فيه خدمة كما قلت المواطن والوطن والعدالة، مستنيرين في ذلك بالتوجيهات السديدة والتعليمات الرشيدة للسيد رئيس النيابة العامة فيما يخص تنفيذ مضامين السياسة الجنائية، كما تتبعتم كما وردت في الكلمة التي تفضلت بإلقائها، نذكر منها أساسا فيما يتعلق بتحسين ظروف استقبال السادة المواطنين والعناية بشكاياتهم وتظلماتهم والبت فيها داخل أجل معقول، فيما يتعلق بالتصدي للجرائم، فيما يتعلق بصون الحقوق والحريات، وفيما يتعلق بالرفع من النجاعة القضائية جودة ومردودية خدمة للعدالة. إن يعلم الله بطبيعة الحال في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، أرجو من الله سبحانه وتعالى العصمة من الزلل والتوفيق في القول والعمل، وما توفيق إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب. وأختتم كلمتي الموجزة والمركزة من جديد بتوجيه الشكر لكم ومن خلالكم إلى سلطة الإعلام على حرصكم على الحضور في هذا الموعد لنقل حدث قضائي يهم الرأي العام المحلي والوطني. شكرا لكم مرة أخرى، وإلى لقاء قادم بإذن الله إزاء أمام حصيلة جيدة إن شاء الله يمكن أن نبرزها لكم لتحكموا عليها بأنفسكم. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو
اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.